السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله هاني رايحة نوريلكم واحد استوس شباب، تدبيرة شابة. الناس اللي يحبوا توجور لافابو ديالهم والتواليت ولا بينوار يكونوا بيوضة، يشعلوا دايما، يبرقوا نقيين، دير واش راح نقولها. يعني هاد الطريقة هادي على بالي بلي تدعو لي دعوة الخير. تعلمتها على كل حال على جوزتي ربي يطول في عمرها، هي اللي شفتها يعني كي رحت عندهم، شفتها تستعملها وكان توجور لا بينوار تاعها ولي تواليت تاعها يبرقوا. واش دير هي؟ دائما تستعمل، وانا دوك هذه هي الطريقه تاعي، اغيال تعالي نغسلو به باليدين، اغيال والجافيل. واش ديري في الليل؟ على بالكم بلي كلا ماما هي الاخرانيه اللي ترقد في الليل وهي الاولانيه اللي تنوض لو ماتان. كي تخلص الحركه في الدار وكل واحد يحكم بلاصتو، واش دير؟ انا توجور اغيال نحطو في باطا كيما هادي، انا كي خلص لي العملاق هاكو تعرفو برودوي تاع عملاق، ما نرميش هاد البايط اون بلاستيك، جلي غارد نغسلهم نشفهم ونحط فيهم هذا الغبره تاع اغيال. واش نديرو في الليل؟ ندردرو هكذا اغيال ومن بعد نحطو فوقو شويه جافيل هكذا. وانا نستعمل هاد الشيطه، انا تعجبني بزاف هاد الشيطه، هايله. شوفوا كيفاش لا فورم تاعها، هادو نستعملها في لابينوار ولافابو. وهاد لا مانيير تستعملوها كيف كيف في التواليت اكرمكم الله. تواليت على بالكم تواليت واعره بزاف، يعني اللي ما يكونش منظم وما يغسلهاش ريغولييرمون ولا تربي هادوك الترسبات وتعود يعني عامره بالميكروبات، والمنظر ديالها ما نكتبش عليكم، منظر ماشي مليح. واش ديري؟ هذا هو لو جيست اللي ديري، تحكيها هكذا لا بينوار ولا بابو وتخليها، باسكو خلصت الحركه، يسمى ما كاش لي يدخل يدوش، ما كاش لي يدخل لي تواليت، ديري جافي وتخليه لو لوندوما، غدوه من داك الصباح ان جيست برك هكا تشليها برك ويخرج البياض ديالها. صدقيني يا اختي في الله، يا خواتاتي، يا راكو تشوفوا فيا دركا، غير توجور لافابو ديالكم يخرج هو ولا بينوار ولي تواليت هايلين، يبريو بيوضه. انا جي با دو بروبليم الحمد لله، يعني ما استعملش انا هذوك المنظفات تاع لي تاع لي سبيسيال بور لافابو اي تو سا، تري غا فريمون تري غا. على بالكم هاد الطريقه هادي ماغري تبقاو ما تغسلوهاش، هي على بالكم الانسان يجوز عليه ظروف، يمرض، يسافر، يكون مشغول، تقعد دائما تشعل، يسمى باقي غير ان جيست خفيف بيديك تولي هكذا دير. والعيون لو برودوي اللي استعملتو معاكم واللي خدمتو معاكم تاع كريستو، تانيك في الليل كي ديري واش قلت لك، زيدي هكا في العين وتخليها. غدوه من داك فريمون عباك ديري لها غير هكذا تخرج تشعل، فريمون تشعل. ainsi que lavabo ainsi que les toilettes حاشاكم تخرج، يعني واش نقول لكم كيما راكم تشوفوا. انا والله غير دائما هكذايا، باسكو هذه هي الطريقه اللي نستعملها من الليل لليل، كي يعني كل واحد يحكم بلاصتو. ندير واش قلت لكم، انا هنايا دوك نوريكم لافابو. سمحوا لي نقلت لكم لافابو، هاي ديك لابينوار، انا قبل ما جيت نهضر معكم درت لها روا كيما درت مقبيله، درت لها الاغيال وزدت لها شويه جافيل. هاوليك لو لوندوما كيما راكم تشوفوا تشلوها غير هكذا، غير بلا دوشات ولا بطاسه ولا، وانتوما لا بينوار ديالكم تولي تشعل شعيل فريمون بيضه مفلفله. كيما قال الاخر تزهر النظره، هذه هي هكذا. واللي عندها لا بينوار تاعها يعني الله غالب فيها ترسبات قدم، كاين اللي الله غالب كانت مريضه، كانت جست بظروف واعره، عندي واحد الخلطه فريمون افيكاس. هذه الخلطه واش نسحقوا فيها؟ نسحقوا فيها بيكربونات. على بالكم لي بواط هكا الكبار تاع بيكربونات يتباعوا في لي غراند سيرفاس كيما ارديس اونو، هما اللي يتباعوا فيهم هكا بايت كبار. نسحقوا، ديروا مغرفه ولا كل وحده ولا بينوار تاعها كيفاش تكون كبيره ولا صغيره هكذا تاع بيكربونات. نسحقوا زوج مغارف هكذاك تاع خل، ونسحقوا تانيك واحد دو كويير زوج مغارف تاع جافيل. هاد الخلطه ما تخافوش منها ماغري ان ميلونج تاع هاد الوسمو. ونسحقوا تانيك فيها ديتول، واللي ما عندهاش ديتول ما تستعملهوش معليش، هكا ديتول.
ونستعملوا سائل الاواني اللي نغسلوا به بو امبورت لا ماركه، انا مانيش ندير بوبليسيتي، المهم يكون تاع القارص واحد مغرفه هكذاك، ونديروا الماء سخون. هاد الخلطه ديريها في بونش هكذا ولا حبل، تخلطيها مليح وتحكي بها لا بينوار ديالك، تحكيها مليح بالسلك ولا بهكذا بونش، وتخليها كلكو طون، ومن بعد تعاودي تحكيها تخرج لا بينوار ديالك هكذا. كساسوا هاد الخلطه بوغ التواليت ولا لا بينوار، اللي عندهم فريمون ترسبات وخلاص يسمى دارت على بالك هذوك الترسبات تاع الكالكار والاوساخ داروا اون كوش. هذه هي الطريقه تاع يعني تاعي اللي نستعملها كي تكون كاع صرنا ظروف وين اوني ديباسي. كاين تانيك واحد التدبيره على بالكم بلي حنا لي دوشات تاعنا هذوما دي فوا الشوف بان ما يشعلش، يسمى الماء سخون ما يهبطلناش، علاش؟ باسكو الكالكير يجي هنايا يتربى الكالكير ما يخليش الماء سخون يخرج. الوغ واش نديرو؟ نديفوسيو اللي عنده هكا لا دوشات بيان سور هكذا، نحلوها نقطروها ونحكمو ان ساشي هكا تاع كونجيلاسيون تاع كونجيلاتور، نديرو فيه كميه تاع الخل ونحطو لا دوشات ديالنا هكا، نربطوها هنايا ونخلوها تبات ليله كامله، وغدوه من داك نشلوها وتلقاو الشوف الشوفبان ديالكم يشعل تري بيان. على بالكم قادر تاني الحجر يسد هاد التقابي تاع لا دوشات، كاين سورتو لو كالكير. هذه هي. كاين حاجه واحده اخرى، انا قلت لكم في لا فيديو لا ديرنيير فيديو اللي هضرت فيها على السال دو بان والتنظيم اللي دايرات وانا في السال دو بان، قلت لكم انا الصابون ديالي نديرو هنايا في لا جورني راهو ليك هنا في الليل، باسكو على بالكم الصابون دوك نحطوه الصباح العشيه يذوب لنا، باش ما يذوبش انا نحطو في الطاقه. ايبا مشتركه نسيت الاسم ديالها، واحد المشتركه بيتي حياتي جو كخوا قالت لي انا نستعمل ان بونش ويعطيها الصحه ربي يبارك فيها، وقيل بيتي مملكتي جو كخوا، قالت لي انا نستعمل واحد البونش نحطو هكاك صابون ما يدوبلهاش. نقول لك بارك الله فيك يعطيك الصحه، هاني راكو تشوفوا انا نتعلم منكم وانتم تتعلموا مني. الوغ كاسكو جي في، شريت هذاك البونش، شريتو 2000 فرانك 20 دينار، قسمته بالكيتور ودرت له هنايا كيما راكو تشوفوا، حفرتو قيس ما يدخل الصابون، وهادي سا مارش تري بيان، ربي يبارك فيك في ميزان حسناتك ان شاء الله. واني نحطو هكذا، ما وليتش نستعملها كما ندير الطاقه ما نجيب الطاقه، سي بون سي بون الطاقه ها هي ليك، يعطيها الصحه ربي يبارك فيها. كاين واحد الحاجه ثاني حبيت نهضر معاكم فيها عليها بلوتو، هما السرابط تاعنا اللي نمسحو بهم الوجه ويروحوا فيها كامله، على بالكم نعودو كي نمسحو بهم وجهنا ينجرح خلاص معناتها تبيري ماو. الوغ واش نديرو؟ انا نقسمهم هكا على زوج، نديرهم نمسح بهم رجليا كيما نتوضا ولا ولادي ولا يعني الاهل البيت ديالي، ولا ما كاش نحطوها فوق لو تابي دبان ديالنا اللي نحطوه هنايا، دوك نوري لكم، نحطو السربيته هكذايا فوق التابي ديالنا باش التابي ما يتشمخش كي نتوضا، ونحطو رجلينا عليها او ميم طون نمسحو بها رجلينا اي اون بروتيج لو تابي تاعنا، ماشي اشاك فوا نقعدو دي زيسكلاف تاع التابي كل مره نغسلوها كوش تو تابي دبا اشاك فوا يتشمخ واشاك فوا نغسلوه. هذه تدبيره فقط، وكي نكملو نشروها في لابينواغ باش تقعد ناشفه، وكي نجيو نتوضاو غبلوط. وتانيك واش نقدروا نستعملو تانيك بسرابت اللي يكونوا خلاص راحوا فيها، نحطوهم في علبه كيما هاديه ولا تاع بلاستيك ولا، ونستعملوهم للتنظيف كي نغسلو لافايونس تاعنا نغسلو الفريجيدير ديالنا ولا يكونوا واجدين، يعني رونديو لنا فريمون سيرفيس. هذه هي. دوك واش بقالي نقول لكم تانيك يعني مع الاخير، انه كيما وريت لكم لا ديرنيير فوا هذايا المعطر كي نكملو شغلنا الله الله، نديرو كلكو غوت برك كلكو غوت هكا في المنيدل يطلق لنا ريحه شابه، ومن بعد ممكن نجوزو هكذا هنايا ولا على كاريمون على لافابو ديالنا يطلق لنا ريحه ما شاء الله. وما ننساوش كي نكملو شغلنا الناس اللي كيما انايا ما يحبوش يلبسوا لي غون، ما ننساوش نديرو قطره في يدينا باش يدينا ما يحراشوش. هذا مكان ان شاء الله تكون التدبيره تاع اليوم عجبتكم،
ولا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جام وتشتركوا في القناة باش يلحقكم جديد ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.